دلوقتي احنا اللوميون فتح، فهنبدأ بقى نشتغل على اللوميون. طيب اول حاجة احنا بتظهر عندنا الشاشة دي بعد بنفتح اللوميون، فبنقول نيو، تمام. بيقول لي select يعني اللي هو المود اللي انا هدخل فيه. ممكن حد يبقى عايز حاجة فيها شجر كتير، ممكن حد يبقى عايز حاجة تروبيكال اللي هي عند البحر يعني وكده، في حد ممكن يبقى عايز حتة فيها جبال، ممكن حد يستخدم مثلا ده فايل جاهز ممكن يستخدمه ويحط فيه حاجة. احنا هنشتغل على حاجة بلين، تمام. طيب ملاحظة بس سريعة، عشان انا عارفة ان هو اللوميون تقيل وكده، فعشان نخفف اللوميون عندنا في الجهاز، يعني الجهاز ما يبقاش تقيل او بيسخن واحنا شغالين، بندوس على السيتنج اوكي، وبعدين بندخل بنقول له ان احنا عايزين الكواليتي بتاعتنا تبقى ميديوم وريزوليوشن 50%، تمام. فانتوا هتلاقوا الموضوع يعني مبكس السنة، بس الجهاز نفسه مش هيسخن معاك، تمام. طبعا بنحدد اللي هي المتر كيونت بتاعتنا، ان احنا شغالين بالمتر، وفي الماكس برضو كنا شغالين بالمتر، فهنخليها متر، تمام. طبعا في حاجات ممكن نعدلها في السيتنج عندنا زي ما احنا نحب مثلا، بس هي دي الحاجات الاساسية اللي هنشتغل عليها، تمام. اوكي نرجع. طيب اول حاجة احنا عايزين ندخل الموديل بتاعنا على اللوميون، تمام. علشان ندخل الموديل على اللوميون فاحنا هنقول له import، يعني عايزين حاجة، اوكي. فاحنا على الديسكتوب كنا مسميين الفايل 9 FVX اللي هو ده، تمام. هنقول له open، اوكي خلاص ماشي. طيب هو هيجيبهولي، اول ما يجيبهولي انا هبدأ احطه في الحتة اللي انا عايزة احطه فيها، تمام. ممكن مثلا احطه هنا، تمام. هيجيب لي واحد تاني برضو، فانا يعني نخلي بالنا بقى من القايمة دي، القايمة اللي فتحت جنب الـ imported models، اوكي. القايمة اللي فتحت دي فيها select وفيها rotate وفيها scale وفيها delete وفي حاجات تانية هنبقى اشرحها تحت، اوكي. طيب اول حاجة select عشان ابدأ ايه اعمل selection على الحاجة واعرف اتحرك. طيب عشان نتحرك على اللوميون نخلي بالنا احنا بنعمل بان، يعني بنروتيت بالماوس بتاعنا اللي هي الرايت كليك، مش الليفت، مش اللي احنا بندوس عليها، اللي احنا بندوس بيها دي مش بنلف بيها، اللي بنلف اللي هي زي الراينو كده، بنعمل روتيت بالرايت كليك مش باللفت كليك، تمام، بالرايت كليك. طيب عشان اقرب وابعد بدوس على البكره، مش بدوس عليها سوري، بعمل روتيت اللي هي للويل بتاعت الماوس، البكره بتاعت الماوس، تمام. اهو بقرب وببعد، بس في ساعات بيبقى ان انت بتبعدي صعب، يعني عايزه تمشي بسرعه شويه، فندوس ايه، ندوس شيفت مع البكره، هنلاقي نفسنا اسرع، تمام. طب لو عايزين نبقى اسرع واسرع بندوس شيفت مسطره كده، يبقى سريع جدا، تمام. شيفت مسطره مع ايه، مع البكره بتاعه الماوس اللي احنا بنلفها يعني، تمام. طيب حلو قوي كده، بطيء اهو كده، اسرع سنه كده، اسرع قوي، تمام. طيب عشان اروح في حته انا عايزاها لازم اجيب اللي هي اللي شبه علامه الكاميرا دي اللي هي في النص دي في الشاشه، اجيبها ناحيه الحاجه اللي انا عايزه اروح، انا عايزه اروح مثلا عند المبنى هنا، اجيبها واقرب منه، تمام. طب انا عايزه اروح في حته تانية، مثلا ممكن اروح طالعه لفوق عشان اعرف اجيبها عند الحته اللي انا عايزاها، مثلا انا عايزه مثلا، لا انا عايزه اروح هنا عشان اخد الشوت بتاعي من هنا مثلا، ماشي. شيفت ومسطره، اوكي، وبعدين الف كده، اوكي اهو، أو هرجع لورا سيكة كده اهو، وبعدين اروح ناحية الهاوس اللي انا عايزة اروحه.
طيب انا كده بظبط ايه، بظبط الشوت بتاعي اللي انا عايزه اخده. تمام، انا كده ايه بظبط الشوت اللي انا عايزه اخده. بعد ما ظبطت الشوت اللي انا عايزه اخده، لسه هنقول لكم ازاي بقى نحط الشجر والناس والعربيات والكلام ده كله، ماشي؟ بس قبل بس ما نعمل اي حاجه، احنا كده حطينا الموديل بتاعنا، تمام؟ فاحنا عايزين ناخد الكاميرا دي، اوكي؟ فاحنا عشان ناخد الكاميرا دي هنروح رايحين لفوتو اللي هي هنا دي على اليمين، اوكي؟ بعد ما ناخد الفوتو دي، اوكي، ما ننساش نعمل ستور للايه للشوت، تمام؟ عشان لو عملنا لهاش ستور وتحكمنا فيها من هنا مش هتتسجل معانا. طيب الفوكال لينس ده من الحاجات المهمه، اللي هو بيقول لك انت عايزاها كده ولا كده، اللي هو تبعدي وتقربي، تمام؟ فاحنا مثلا هنخليه في الرينج ده مثلا كده، تمام؟ اهو كده، تمام تقريبا. طب هو بيقول لي انا عايزه انزل، يعني الكاميرا اخليها واطيه ولا اخليها عاليه؟ والله شوف المناسب ليا. انا المناسب ليا مثلا العادي بيبقى 1.20 متر، يعني هو حتى كاتب لك horizontal eye level 1.20 متر، تمام؟ لا 1.60 متر، متر 60، تمام؟ فانت هنا مثلا في 1.60 متر، انت ممكن تقولي لا انا عايزه انزل ابقى 1.20 متر مثلا، او متر افضل ليا مثلا، او كده يعني، او 1.10 متر، تمام؟ طيب بعد ما احنا خدنا الشوت بتاعنا او الكاميرا، نبدا بقى نحط الماتيريال اللايت، نظبط اللايت ونظبط الماتيريال، تمام؟ بس قبل ما نظبط اللايت في حاجات بتأفكت معانا في اللايت عشان بس نبقى عارفينها. فاحنا عندنا حاجة اسمها افكتس، تمام؟ الافكتس دي في منها حاجات جاهزة، وفي حاجات منها بنظبطها، وفي حاجات بنحطها. فاحنا ده كاستم ستايل، ده اللي هو البيزك بتاع اللوميو. بس انا بفضل الرياليستيك. الرياليستيك في بقى في الداي تايم، في حاجه نايت، في مثلا لو حد عايز يعمل حاجه سكتشي مثلا كلر سكتش، في حاجه ووتر كلر، في اوفر كاست اللي هو دنيا مغيمه، في انتيرير. بس الرياليستيك ده من افضل المودز اللي موجوده اللي انا استخدمتها يعني، فممكن نستخدم الرياليستيك. طيب احنا طبعا يعني لما يعني نستخدم الرياليستيك هنلاقي في حاجات كتير قوي، تمام؟ فاحنا طبعا الحاجات دي بنبدا نعدل فيها على حسب احتياجنا. فانا مثلا الريل سكاي، تمام، الريل سكاي افكت دي السكاي، فانا ممكن ادوس عليها واختار سكاي تاني. دي كده سكاي كلاود، يعني فيها يعني فيها سحاب. ده نايت، ده مورنينج، ده اوفركاست، تمام، سانست، كلير. انا هشتغل على الكلير في النايت، تمام؟ فالكلير بالنسبة لي نستخدم مثلا دي، انا عايزة حاجة تديني ظل، تمام، عايزة سكاي تديني ظل وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها سحاب كتير يعني، تمام؟ فمثلا ده كده المود ده كده حل، ماشي؟ او ان انا اجيبها الناحية التانية، يعني خلي الظل من الناحية التانية، اوكي كده مثلا. ماشي، طيب كده بينت التفاصيل الى حد ما بتدل، تفاصيل الشبابيك وتفاصيل الحاجات الداخله والخارجه. طب ده بيتحكم في اضاءه السماء نفسها، مش اضاءه المبنى اللي لو بصيته، السماء نفسها هي الاضاءه بتاعتها اللي بتقل وبتزيد، تمام؟ فانا مثلا ممكن اقول اعمل اضاءه كده، وده بيتحكم في الاضاءه اللي خارجه بقى من السماء، يعني اضاءه الحاجه اللي هي ايه اللي حواليه، الانفايرمنت نفسها، تمام؟ مع إضاءة السماء برضه يعني الاثنين، تمام؟ ممكن مثلا نقلل الإضاءة دي شوية ونزود دي شوية، بس هو بنقول برايتنس، تمام. طيب ليه احنا حطينا الإفكتس قبل ما نحط الماتيريالز؟ عشان والإضاءة، عشان الحاجات دي هتأثر معانا، تمام، هتأثر معانا في الماتيريال. طيب الاكسبوجر مثلا بيقولك انت عايزه تزودي الاضاءه بتاعه الشوت ولا تقلليها،
انا مثلا ممكن اقول يعني خلينا مثلا بوينت 5 كانت حلوة، بوينت 6 كده. طيب الشاربين اللي هو بيخلي الموضوع شارب، يعني التفاصيل واضحة. ممكن نقول له خلينا مثلا خلوا بالكم بس ان ده مش لما ندوس دبل كليك هنا بيعمل بريفيو، يعني بيوضح لك الشوت هيبقى عامل ازاي. تمام. طب انا مثلا خليها بوينت 4 مثلا، الشاربن ان هو الحاجة شارب. الكولر كوركشن، التمبريتشر مثلا ممكن اقول لا انا عايزاها كولد شويه، او عايزاها لا ورم اكتر. انا شايفه مثلا اللي في النص ده حلو، ده مثلا بيغير من الالوان نفسها، من الالوان من اخضر بنفسجي او مصفر يعني. تمام. ده الإضاءة نفسها، يعني ممكن نقلل ونعلي الساتوريشن بتاع الألوان، عايزين الألوان تبقى أغمق ولا عايزينها تبقى أفتح كده. تمام. الجاما دي كونترست أكتر، يعني كده بنقلل بنزود الكونترست، كده بنقلل الكونترست. طيب الريفلكشن والهايبر، في طبعا في بيج 2 يبقى كده في إضاءة هنا، وفي إفكتس هنا، وفي إفكتس تانية هنا. السكاي لايت، هو عامة عشان احنا مستخدمين الريل سكاي فده ممكن اصلا من يعني ما نحتاجوش. يعني الشادو بيشوف الرينج بتاع الشادو بتاعك نفسه، يعني هتلاقوا الشادو بيتغير، الكالر بتاع الشادو نفسه. تمام. الاضاءة بتاعت الشادو، يعني الشادو فاتح ولا ممكن نقول عايزينه اغمق او في النص. ماشي. اوكي. دبس اوف فيلد ده اللي هو يعني بيخليك تركز على حاجه والباقي بيبقى بلور. تمام. طيب ده كده ممكن مثلا افكت اقول انا مش عايزاه مثلا، ده لو دوست دبل كليك المفروض يتشال، بس عشان هو دول تبع الستايل الرياليستيك فدول ما يتشالوش، بس احنا ممكن نأد افكت. طيب ايه هي الافكتس اللي احنا ممكن اول ما ندوس اد افكت؟ في عندنا افكتس كتير، في افكتس تبع الصن مثلا، في تبع الويزر، في تبع السكاي ان انا عايزه سكاي مع ريل سكاي دي اللي احنا مستخدمينها اصلا في الستايل بتاعنا، في تبع مثلا لو انا عايزه يعني للووتر عايزه افكت معين. الكاميرا طبعا دي من الحاجات المهمه اللي احنا هنستخدمها، 2 بوينت برسبكتيف اللي هو هيخلي الموضوع مش كانه يعني الشوت نفسها ساعات بتحسوا الخط مايل، الخط مش الرأسي، مش رأسي، مش بربنديكولر، فاللي هو الميول ده علشان هو 3 بوينت برسبكتيف، عشان كده بنحط 2 بوينت برسبكتيف عشان ما نخليهوش مايل. تمام. في الدبس اوف فيلد اللي هي مستخدمينها تقريبا. تمام. في حاجات كتير قوي في الكاميرا، في الانيميشن برضو في حاجات ما هنستخدمها، بس يعني الماس موف دي هنستخدمها مثلا لما نيجي نشتغل في الانيميشن. دي ارتستيك ستايلز ممكن تستخدموها عشان لو بتعملوا الفورم جنريشن بالذات، ده حلو جدا اللي هو ستيرو فورم، وده برضو انالوج كالر لاب، الاثنين دول حلوين قوي ممكن تستخدموهم في ان انتوا يعني تعملوا زي كونسبت او فورم جنريشن. تمام. طيب احنا بس عايزين من الكاميرا 2 بوينت برسبكتيف، ده مهم جدا بالنسبه لنا. ليه؟ لان هو هيخلي الخطوط رأسي. تمام. مش هيخلي فيه انعواج فيها. خلي بالكم ان ده ممكن نعمله ريموف بقى، لو احنا دوسنا دبل كليك هنا هنعمله ريموف عادي. طيب بعد ما انا عملت التعديل ده، خلوا بالكم ان ده غير ده، فانا لازم اجي هنا واعمل استور للشوت ده عشان انا معدلة فيه الفوكال لينس ومعدلة اللي هي الاي ليفل وكده. بس انا لما جيت اعمل ستور للكاميرا نزل لي من غير الافكتس اللي انا كنت مستخدمها، هعمل ايه؟ هرجع للشوت القديمه. اوكي. وادوس هنا على المنيو فبيقول لي اديت، هدوس اديت، هقول له كوبي افكتس. تمام. بعدين هروح للشوت الثانيه اللي انا عدلت فيها الكاميرا وادوس برضو في نفس المكان اديت بيست افكت. تمام. يبقى كده الافكتس جت من هنا راحت هنا. طيب
نرجع تاني بقى نشتغل، وهنبدأ نحط models معانا trees و materials، نبدأ نعمل build.